دوت اسمه روما، اللي احنا عليه دوت اسمه بابروستا، هياخدنا موضوع عندنا نخش على جنب السينما من هنا. النهارده هناخد جولة على البحر بالمركب واوريكوا الجو عامل ازاي. اليخت ده اسمه بابروسا، في اغلب الجنسيات هنا انجليز وايطاليان وروس ويوكران، ف بتاع حوالي 4 مصريين بس على اليخت دوت ده انا قابلتهم، بس اغلبيتهم هنا اصلا اوكران، فهننزل تحت ونسجل ونشوف الاجواء عامله ازاي. بس الاجواء ايه؟ ده الكوبتون، مكان الكوبتون. مستنيين لما الجروب كله يجمع وهنطلع كده الطلعه اللي هي الطلعه اللي احنا طالعين الرحله مع بعضينا كده على طول. فندق ارورا ارورا مثلا يعني ده المركب، انا على واقف على مقدمه المركب زي ما انتم شايفين. هنطلع كمان نص ساعه، قلت المره اللي فاتت نص ساعه ونص ساعه ما بتخلص، بس اغلب الناس الموجودين على المركب اوكران وروس، في انجليز تعدى على الصوابع، طبعا انا مصري اكيد. نطلع بقى ونشوف المكان عامل ازاي. ده هو البربادوس، طوله ورايا ده. في مركب هيطلع دلوقتي دوت اللي هو الطم بتاعه لابس اصفر ده، شايفين في الفريم دوت ده. لانش تعالوا نصوره، المركب اللي طالع ده اسمه سي هوك، كله قاعد بيتصور بقى، لان طبعا دي حاجه للسياح وديستنيشن، بس المنظر اللي هناك دوت هو ده الصراحه، يعني منظر الجبال دي كلها في الفريم، حاجه فخامه الفخامه. في مركب طالع، المركب اللي ورا ده طالع على فكره كمان، المركب اللي ورايا دوت، فاكيد احنا هنبقى طالعين بعد يوم، لان طبعا كل لازم يبقى فيه طوابير طالعه، لان المكان اللي احنا رايحينه لازم يكون على عمق معين، عمقه تقريبا 60 متر، فلازم عشان تروح هناك يكون ده المكان المناسب للغطس، لان اكتر الناس اللي بيبقوا على البحر على البوت هنا اكترهم غطس. فانا مش هغطس زي ما قلت في اول الفيديو، مش هغطس، انا بس رايح اصور واستمتع بالمكان زي ما انتم شايفين. مش لابس ملابس غطس، لان اصلا ما بحبش البحر، انا كل اللي بحبه باخدش مثلا البوت والكلام ده اللي هو حمام السباحه، مش ماليش انا في موضوع البحر. ممكن اخر انا امشي على البحر، او مثلا شوف المركب عامل ازاي، او مثلا اتمشى، او اي ايا كان اللي انا بعمله، بس مش اختص.
لان اصلا بخاف شويه من موضوع الغطس والكلام ده، فعشان كده تلاقيني موضوع الغطس ده مش اللي انا هو شايف البوت هو ده. Наша богами уже начинали 15 минут назад. Во время купаться всегда после инструктора. Окей? Самый последний. بروجرام المكان النهارده هنقف ثلاث مرات. المره الاولانيه هيكون في حاجه اسمها سنوكلينج، اللي هم يعوموا على وش المايه كده، انت فاهم، حاجات تراخ خفيفه. المره الثالثه او الثانيه تقريبا هيكون في دايفنج، في اكتر الناس هنا هيكون نازلين يعملوا دايفنج تحت المايه. تاني انا مش هعمل دايفنج، انا بس جاي اصور واعمل كونتنت هنا. ده المترجم كان بيقوله من شويه، بس هو كان بيتكلم روسي، بس انا لما انا سمعت يعني تفهم وشفت الاشاره لغه الجسد عرفت اللي هو بيقصد اللي هو يعمل دايفنج وبيعمل يعني جدول الرحله هيبقى عامل ازاي بالظبط، لان هي اكتر الناس هنا كلها روس. انت شغلتي لو مبسوط خلي بتتقفل. انا ماشي على الله على الله، انا ماشي فيها كده على الله. دي
كان نهايه الرحله. انا طبعا ما صورتش الموضوع اللي هو الغطس والكلام دوت، انا صورت من بره بره كده، صورت الناس اللي هي كانت نازله تغطس، بس اغلبيتهم روس واوكران، في بعض المصريين هنا طبعا انا من ضمنهم، بس كانت رحله شيقه يعني.